بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد تحافظ محمد كيف حالكم محمد مسلم كله محمد ايش اخباركم طيب عندي خبرين خبر حلو وخبر سيء ايش تحبون نبدا بايش سيء ايجابيين جدا ما شاء الله عليكم عمار باوزير اللي طلع سوى لكم العزفه الاسبانيه انا سويت عزفه اسبانيه معه خبطته بالسياره قبل شهر بس يعني ايش الحظ ده انا ما ادري اتصل محمود شفتني صح حطوا الخطا علي يمين فين عمار هو عمار فين هو خبطني كله 100% طلعوا الخطا علي انا شلته عشانك قدر افكر بس يلا ماشي ماشي طيب الخبر الحلو اللي هو شفتوه قبل شويه استاذ وقف هذا الشيء يا استاذ يا معلم فين الشباب الطيبين وقف وقف تعالوا بس استناني هنا الله يخليك شكله اشتغل لوحده الخبر كويس ان استاذ محمد نصر اللي شفتوه دوبكم عمل البرزنتيشن التيدكس الشباب عملوا فكره اظن حيغير اوتوماتيك فيبغى له لا ما ابغى يتغير اوتوماتيك ابغى بيدك ولا شوف له طريق طيب استاذ محمد نصر اللي سوى البرزنتيشن الان هذا يسموه احسن برزنتيشن فعمل لكم شيء يسموه بروفيشنال محترف مرتب فعشان يبين لكم انه هو قديش محترف حنسوي لكم العكس أسوأ برزنتيشن مع فعشان تشوفوا عشان تعرفوا قديش انه لا تحسوا اي كلام اللي عمله شيء مرتب يعني طيب اول شيء بحب احيي شباب باسل ومحمد خوش يعني انهم عملوا مشروع تخرج شيء مرتب زي كذا وتيدكس وتعبوا وعملوا ترتيبات رائعه فمشروع تخرج زي كذا صراحه شيء يستاهل يعني تحيه وتقدير ويستاهلوا كل خير مشروع تخرجي كان سويت وسيله ب 55 ريال عن دوره الغذاء والماء عند واحد حق وسائل اسمه اسف الى الان بتعامل معه وبرضه نجحت اليوم الشباب الله يهديهم اظن ما لقوا كثير محمد انت ما طلعت اليوم ولا طلعت؟ ما طلعت فما رد محمد فما لقوا واحد يعني شاطر فجابوني انا فبتكلم عن المحاضرة سميتها إيش حلمي والفكرة هي من وانا صغير زي أي واحد من وانت صغير يقول لك أنت إيش تبى تطلع إيش تبى تصير إيش تبى تصير إيش تبى تصير إيش تبى تصير فما حد داري كنت أقول دكتور مهندس زي البقية مضيف فكنت أقول لجدتي قالت لي إيش تبى تصير قلت لها والله بصير مضيف في الخطوط قالت لي شغالة يعني قلت لها لا طيب بصير كابتن سواق يعني فماني عارف وانا صغير طول حياتي يعني بسال ايش حلمي؟ يعني ايش المفروض اصير؟ فكان هذا السؤال اللي يجي في بالي، فطبعا هذا اللي صدق انه انا فابدا مو انا هذا بس لقيت ولدي محمد احلى مني فحطيت صورته قلت شكله اكوتن مني. من وانا صغير بسال ايش حلمي؟ جينا على المدرسه شوفوا بالله ايش رايكم؟ شيء مره يفشل صح؟ هي ده السر. السر اللي دخلت محلات سويت محلات نظارات بسبب العقدة اللي صارت لي وانا صغير في المدرسة انه كنت لابس نظارات مرة قبيحة جدا فشايفين يعني دقيقة رجال جاي رجال فهذا سيد محمود هذا مين اللي جنبي محمد جفري محمد حكيم وماني فاكر انا اسمه بس كان معانا برضه فمن وانا صغير وابويا كان يوديني محلات النظارات ومن سنة سادسة ابتدائي ويقول له أكبر نظارة عندك. وأظن كانت الفكرة إنه كل ما تلبس نظارة كبيرة كل ما تشوف أحسن. فكانوا يسوي لي نظارة، فطبعاً تغيرت شخصيتي بسبب النظارة دي. ما كنت ألعب كورة كثير لأنه خفت انكسر، كنت شكلي دافور، دكتور كيف حالك؟ شو أخبارك؟ ما شفتك إلا أنت يا دكتور، أنت كيف حالك؟ وحشتني. فما كنت أتغيرت صرت ما أتضارب مع إنه أنا كنت يعني شرس بس كنت صرت أليف عشان خايف من النظارة. صرت يعني شكلي كده دافور بس ماني دافور ابدا يعني بس صار علي شخصيه مختلفه بسبب النظاره زاد من ذلك كمان قال له ابويا عنده مشكله الولد دائما النظاره يقعد يسوي بها كده دائما تزحلق منه فراح رد عليه الرجل المحترف الاخصائي البصريات النظارات العالمي قال له اصل حضرتك ده من اكل الفرنش فرايز فطبعا الغي الفرنش فرايز من حياتي لانه يقول لك هذا يسبب دهون وزيوت فبالتالي تزحلق فلك ان تتخيل ام النظارات دي اللي سوت لي عقده في حياتي.
فقلت لا يعني هذه مشكله لازم نحلها. يعني انا حاس يعني غاندي فكر يغير العالم، انا حغير العالم بالنظارات، يعني هذه هي مسؤوليتي في الحياه. فكبرنا وبرضه بسال نفسي ايش حلمي، ايش المفروض اسوي في المدرسه. كان ايام ما ادري اذا الان في هو عندنا ثانويه مطوره ولا اتلغت خلاص، ما في ثانويه مطوره، ماتت الله يرحمها، احسن شيء صار في الحياه. الثانويه المطوره كان ايام لازم نختار تخصص من بدري، فكنا تخصصنا فيزياء ورياضيات عشان اكون مع الشباب اصحابي، لانه هم قالوا انه فيزياء ورياضيات هم الدوافير الشطار. انت كنت تدرب اقتصاد صح؟ شفت كيف؟ فقالوا لازم تروح فيزياء ورياضيات، ما اعرف ليش، ما في اي سبب غير انه بكون مع اصحابي. دخلنا فيزياء ورياضيات، طبعا فيزياء ورياضيات لا شعوريا لازم تروح على ايش في الجامعه؟ هندسه. فدخلت هندسه. تفضل اللي بعده. هذه هي الاشكال حقتي اللي كانوا في الهندسه، هذول هم. فطبعا برضو ما كنت عارف ليش لازم اتخصص، كان في يمكن حوالي 14 تخصص في الجامعه ودخلت هندسه صناعيه. ليش هندسه صناعيه؟ لا يوجد اي سبب غير انه بكون مع اصحابي فقط لا غير. وقالوا انه اسهل وكذا، فقلنا طيب هندسه هندسه ماشي. برضو انا ماشي بسال نفس السؤال، ايش حلمي؟ ايش المفروض اسوي؟ ايش المفروض اعمل؟ يعني هو لازم الموضوع يكون في هدف وفي شيء كبير كذا ولا لا؟ قلت طيب نكمل ونشوف. بعدها اثناء الجامعه كان عندنا واحد، قصه طويله، المهم واحد كان عنده فلوس عند ابويا ما دفعها، قال له شيل المحل عشان ما عندي فلوس. طلع المحل محل نظارات، ابويا قال انت انسان فاضي ما عندك شيء في الصيف، روح ابقى في المحل. وقفت بالمحل، والمحل كان محل نظارات، وقفت فيه وانا طبعا لا تنسوا عندي مشكله النظارات دي. فقلت يا خليني اجرب اشياء في النظارات، غيرنا بدلنا سوينا عملنا، طلع ده الدكان اللي اسمه في نوعين. طبعا هذا مزبط يعني، اللي شفته اللي قبله شيء يفشل، بس كنا نجيب بعد التظبيط. سمينا فنون عيون وانا اخر سنه في الجامعه بسوي دراما يعني. قلت خلاص هو ده، انا ابغى اسوي محلات نظارات وبفتح سلسله محلات نظارات وحصير ملك النظارات. جميل. هذا في سنه 97. واو، اسف في احد مولود هنا في 97؟ نزلت تكتب والله ايش الفشيله ذي، في احد مولود 97 من جد؟ طيب بعده بعدها وانا اتخرجت في الجامعه 97، قلت خلاص بكمل نظارات، الا ابويا قال لا ما في محلات نظارات لازم تروح تشتغل. طيب فين اروح يا ابويا؟ قال لي انا اعرف واحد دكتور في صابوله. شلت ملفي رحت للصابوله عند الباب، كلمت الدكتور من عند الريسبشن، قلت له ابوي يسلم عليك ويقول لك كلمك عشان الله. قال لي سلم على ابوك وانا رايح اجازه شهرين وراجع، ان شاء الله تعلي بعد شهرين. فصرفني. فعند الريسبشن حق السكيورتي حزن علي، قال لي انت ايش تخصصك؟ قلت له هندسه صناعيه. قال كويس، هم قالوا لنا لا تاخذوا الا ملفين، هندسه صناعيه وحاسب. عشان كان عادل فقيه هو هندسه صناعيه، فاظن كانوا يبغوا ما ادري يعني ايش السبب. المهم اخذ هذا، كلموني، قعدنا في ايش يسموها انترفيوز ما انترفيوز حوالي 500 واحد، وانا ماني فاهم ايش الهرجه اصلا، ليش بيعملوا انترفيوز قد كذا؟ انجليزي عربي ما ادري ايش. في الاخير طلع انه في اختيار اثنين على اساس يروحوا بريطانيا في شركه اسمها تيتن لايل، اللي هي الشريك حق صافولا اللي هي الشركه المتحده للسكر، وهذا هو مصنع السكر، وهذه يسموها السكر الخام في المستودعات. طبعا هذه سكر، السكر وليس سكر عشان لا احد يفهم غلط. فهذا هو المصنع، كانت كنت اشتغل هناك. بعدها ودوني على فين؟ اللي بعده يا باسل. ودوني على لندن. كانت الفكره انه بورصه لندن. البورصه دي اللي هي يبيعوا يشتروا في شيء يسموه كوموديتيز، حاجه معقده كده الا الان انا ما فاهمها، لكن كانت هنا. فلازم اكون انا متداول بورصه السكر واخذ رخصه. طبعا تخيل انا جاي من فين ورايح هنا وماني فاهم ايش الموضوع ولا فاهم ايش الهرجه، وصريخ وارقام، واذا غلطت في يدك بتغلط بالالاف الدولارات في يوم واحد. الحمد لله عدينا، مشينا، اخذنا الرخصه سنتين. وحصل في السنتين دي شيء غريب. طبعا لا تنسوا لما جات هذه انا كان عندي لسه المحل، قال لك انه هذا حلمي انه اسوي محلات نظارات. طبعا بعتهم في ثانيه وقلت لا بروح لندن بلا نظارات بلا شيء، انا لا ابغى حلم نظارات ولا شيء، بروح على لندن. فسنه كنت سنتين قعدت، سنه كنت عزابي وسنه تزوجت. ففي السنتين دي شفت لندن في النهار وشفت لندن في الليل، اكتشفت لندنين مختلفه تماما.
بعدها باسل قالوا لي مع السلامة لازم ترجع على جدة. رجعنا على جدة طبعا قمة الاكتئاب. الدوام سبت واحد إجازة يبدأ من 12 الظهر 9 في الليل. وأنا كنت هناك يعني أتعلم منهم سرتينا ما في أحد يعلمني ولوحدي شاشات لوحدي. مرة كان جدا كئيب الموضوع. رجع لي موضوع النظارات. وأنا في لندن هناك كنت دائما أشوف محلات البوتيك نظارات يسموه بوتيك بصريات. إيش يعني بوتيك بصريات؟ ما كنت عارف. بعدين اكتشفت إنه ببساطة هو المحلات اللي تجيب الموضة والأشياء الفاشن والستايل، ما هو بس نظارة وبس. فقلت ليه ما نسوي واحد هنا زي. فطلعت الفكرة بي Eye2Eye سميناها Eyewear Boutique. برضو كان من مجهودات دار الفكر كان زميلي اللي صمم المحل اسمه طارق غزاوي، وغلونجي شوية بس صراحة بدع. وأخذنا عليه وهو ده البوتيك اللي هو الستايل والفكرة وكله إنه موضة وستايل، وإنه النظارة ليست فقط مجرد نظر ولكن أداة للموضة. كان محمد حافظ يلبس من عندنا إلى ما سوى العملية وطيرنا زبون. اللي بعده بعد ما سوينا ده المحل أخذنا جائزة أفضل وأجمل بوتيك بصريات في العالم من شركة اسمها سفيلو. وطبعا فخ فيه الثقة وصرت شايف نفسي إنه أقدر نرجع نقول إيش حلمي. فقلت حلمي إنه أسوي محلات 101 محل في 2020. ليش ما أدري، كذا مجرد رقم عجبني وقلت ما دام قدرنا نسوي كذا معناته نقدر نسوي شيء جميل. وأخذنا جوائز ودروع وحركات. بعدها اكتشفت إنه الموضوع موضوع ما له دعوة بالجوائز والدروع، ولكن هو موضوع مبيعات. وأنت أكثر واحد تعرف محمد إنه إذا ما في مبيعات ما في لا جوائز تنفع ولا جرائد تنفع ولا إعلانات كثير تنفع إلا إذا مبيعاتك. فطلع عندنا مشكلة كبيرة في المبيعات. فزي أي واحد حاولنا نسوي تدريب، جبت لهم كتب، دخلناهم دورات، طلع إن الموضوع مرة صعب. إيش سويت بعد يا باسل؟ اخترعت طريقة إنه أخذ الكتب حق المبيعات وأجلس أخففها وأخليها بسيطة وسيمبل للموظفين عندنا البياعين. ومع كثرة الدورات اللي بعملها للشباب في المحلات جاء ده قال لي تعال سوي دورة هنا، صاحبي قال تعال أتكلم هنا، زي الشباب دول هنا قالوا أي شيء بلاش شرط أسوي يعني بس إنه أتكلم يعني. فصار في سويت في تيدكس في كاوست في مارس بعض مال في منتدى تنافسي. فتح باب جديد في التدريب او في السبيتشز ما كنت ادري عنه يعني. كنت انا اكون فكرتي بس انه اعملها ببساطه عشان الموظفين عندنا البائعين يفهموا الكلام. في 2010 جاء خبر كويس وفزنا بجائزه الامير سلمان لاول مره كانت بتنعمل، وفي واختارونا من في قطاع التجاره وكانت مؤجله لبقاء الامير سلمان مع الامير سلطان الله يرحمه. وبعدين استلمناها من يده شخصيا في الرياض، وكان صراحة تكريم رائع. وهي كانت أجمل شيء في الجائزة دي إنه استلمناها منه وجلسنا معه وشرح لنا وحكانا على كيف أمارة الرياض والإدارة، فكانت هي دي جائزتنا معه. بس رفعت من الثقة. جميل، زي العادة الأمور تطلع وتنزل. بعدها حصل الانشقاق، صار عندي طلاق. والطلاق عادة يصير حاجتين، يا انطلاق يا انشقاق. وفي البداية زي أي شيء حطيت اللوم كله إنه أنا إنسان كامل وبيرفكت ورهيب بس الخطأ على الطرف الثاني. لكن بعد كده لما جلست مع نفسي وحطيت الواقعية في الموضوع اكتشفت لا، إنه في أنا مخطف أشياء كثير. وبدأت أسأل نفسي ثاني مرة إيش حلمي. جات فرصة إنه أعيد كل شيء من البداية، إيش حلمي. فطلع التالي الانطلاق، طلع بشركة اسمها جسارة حق التدريب. كان عندنا ما زال موجود Eye2Eye، ما زال حتى موجود في نوعيون، لكن قلنا نسوي شركة تدريب عشان السبيتشز والأشياء اللي أنا أحبه هو ما زال التدريب والتعليم إذا بطريقة يعني مختلفة. فسوينا التدريب ده، الحمد لله فتح باب كبير مع حافز ومع اللي حصل في السعودة في السعودية، ففتح باب رزق مرة كبير. في الأثناء دي وأنا بسوي التدريب جاء
مره شافني مدير قناه ميكس اف ام وقعدنا تكلمنا بسرعه 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 بسرعه. قال ايش رايك تعمل برنامج عندنا سميناه ميكس بزنس اللي هو نستضيف رجال اعمال. ما زلت مستني محمد بس ياكد ومشاركته هو وطه لسه ما اكده. فاستضفنا الشيخ صالح كامل، دكتور علامه سليمان، مازن بترجي، الشيخ عبد الرحمن جريسي، واكثر واحد راح افتخر بمقابلته هو كان البروفيسور محمد يونس. مين يعرف محمد يونس؟ البنغالي. البنغالي صح. ها ايش ايش سوى ده؟ ها بنك الفقراء. احنا كنا بالشباب الصغار بس يعني. طيب هذا طبعا اسس بنك واخذ جائزه نوبل في 2006 عن تاسيسه لبنك اسمه بنك الفقراء، وهو الفكره انه عاده البنوك ما تعطي الا للاغنياء، بس هو اخترع شيء اسمه قروض صغيره من 10 و20 دولار يعطيها للفقراء، يروح يشتروا بقره ويشتروا دجاج ويتاجروا ويرجعوا ثاني مره ياخذوا فلوس. فسوى شيء ثوره كبيره في عالم البنوك. فقابلته وسويت معه مقابله وكانت صراحه رائعه. هذا كان برنامج ولد بالصدفه، وكان حاولنا نسويه بسيط وظريف وخفيف بينعرض ما زال كل يوم اثنين الساعه 2. عندنا كان رامي ابو غزاله حق البيك الاسبوع الماضي، عندنا رئيس الاتحاد استاذ محمد فايز الاسبوع الجاي الله يعيننا على مشاكل. بعده يا باسل. هذا بعد كده كلمونا قناة العربية عشان يستضيفونا في إضاءات. طبعا أنا تفاجأت قلت معقول يعني ما هو زي حق نيجيريا دي الأشياء اللي هو كذب وكذا. كلمت أتأكدت إنه الموضوع حقيقي. بعدين مرة كنت خايف يعني إنه حروح برنامج زي كذا، بس بعد ما شفت يعني أخو فراس أنمار فتح الدين طلع إضاءات قلت أي أحد يطلع يعني الموضوع ما هو صعب يعني، والتمساح وكان يعني خلاص ما هو مشكلة أبدا، ما لا تخاف يعني خلاص طاح البرنامج شكله. فبعدها هنا جيرانكم قلت بما انه برضو انا دحين بجرب اشياء كثير وخلينا نجرب ايش ليه لا. قالوا لي تعال انمار برضو وياسر قالوا جرب الكوميدي، قلنا طيب نجرب الكوميدي. جربته يوم مره عملت مع فهد بتيري ومره مع ابراهيم، كانت تجربه يعني ممتازه بس ما اظن اكررها كثير لانه تفجع مره صراحه، تخلي الناس بس يركزوا فيك ويضحكوا. اخر شيء هذا كان استنى. كان بسبب الاعمال التطوعيه اللي عملناها مع اعمال الصم، نحن في نادي الصم في مكفوفين جمعيه ابصار مكفوفين بنعمل تدريب كنا تطوعي للمكفوفين وللصم لتاهيلهم سوق العمل، يعني ندربهم عشان يلاقوا وظائف ويشتغلوا. فكان بنعمله كم سنه، فاظن سمعوا عن الموضوع سامسونج كانوا بيعملوا برنامج اسمه ابطال المجتمع، اختاروا مو بس يعني الابطال اللي هم ابطال الرياضه وكذا، انه في ابطال مجتمع بيساعد مجتمع. فبالتالي انهم كلموني، وطبعا نفس الشيء لما كلموني قفلت في استاذ المجتمع قلت استهبل هذول، بعد رجعوا ثاني مره كلموني وبعدين لين ما تاكدت انه الموضوع حقيقي. قلت لهم انا ما لي ابدا في الرياضه، يعني انا الرياضه الوحيده اللي اسويها كل يوم هي رياضه التعقيب، اشيل الصباح ملفي واروح دوائر حكوميه وكذا، يعني ما في اي رياضه في الموضوع. بس جون كان في جون 2012 السنة الماضية في لندن شلنا الشعلة الأولمبيكس، وبعدين اكتشفت بعد ما خلصت انه قالوا انه أول سعودي يشيل الشعلة في الأولمبياد وكذا وحركات. طبعا السكيورتي دول والسيكريت سيرفيس مدري اف بي اي سي اي اي مدري ايش يسموهم دول كانوا قال لك بيحاولوا يحموني عشان ما اسرق الشعلة وانا خارج، بس على مين يا ابو شباب؟ عندي واحد سكيورتي مشان لي هي، فجبت اسمع يا شعلة من اخر شيء اخر سلايد هو انا عندي سؤال دائما في اخر البرنامج اقول للضيف انا حلم ايش حلمك، ودائما هو ده السؤال اللي يعني خلوه في بالكم انه ترى حلم يعني احلى من هدف برايي، لانه لو سمعتوا عن واحد اسمه مارتن لوثر كينج لما اللي احد ما ادري اذا تعرفوه ولا هذا ها معروف هي بس الشباب اللي تولدوا في الاصفار دول ما مشكله ها رؤوه ممتاز 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 جيل السلايدز كان قال اي هاف ا دريم، ما قال اي هاف ا بلان، ما قال اي هاف ا جول، قال اي هاف ا دريم. فاظن انه دائما كلمه دريم ترفع من المعنويات كثير وترفع من الهمه كثير. ما عندي يعني للاسف يعني زي قلت لكم زي محمد حاجه كده مرتبه اقول لكم هي، ولا عندي اي شيء يعني اقدر افيدكم به غير القصه دي.
لكن هو اللي صار انه معايا باختصار ما ركزت على شيء معين بقدر ما انه ركزت على الاوبورتيونيتيز وليس الاهداف. يعني ركزت على الفرص اللي موجوده، جربت هنا، جربت تدريب، جربت كوميدي، واللي نجحت كملت فيها، واللي مشيني هو ما زال الباشن وما زال هو حلمي. انا ما راح اخذ وقت اكثر من كده. شكرا لسماعكم وشكرا لكم.